واتفقنا باش نديروا فرقه ديال الرجاء. الرجاء كيفاش كانت؟ الرجاء تتلقاها مجموعه منين؟ بوشنتوف ضرب الشرفه، كراج علال ضرب اليهودي ضرب العفو، مجموعه جمعنا في القهوه ديال الجزائر. ديك الساعه كانوا الفرق الحره في 45 46 كانوا الفرق الحره ديال الدروبه. قلنا احنا اش غادي نبداو نتمرمدو وناخذو من كل فرقه ناخذو منها واحد ونديروا الفرقه ديال الرجاء. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. اول ما دخلنا البريونور، لعبنا في البريونور حتى جا محمد الخامس. النادي ديالنا الاول ديال درب السلطان هو ماشي حدا الحجوجيين، واحد القهوه ديال العشبوبيل بوعزاوي. هو تماك داك هو النادي ديالنا. تماك داك هو النادي الاول. عاد النادي الثاني طلعنا لكريكوان روي 5 نيميرو 122. التسمية ديال الرجاء طاحت فينا، درنا القرعة خمسة الفرقات ولا ستة الفرقات، درنا القرعة خرجت الرجاء. أنا نقول لك أنا درنا الشرف، درنا الفتح، درنا عبد المؤمن، درنا الأطلس، درنا الفتح، طلعت الرجاء، طلعنا الرجاء سمينا الرجاء. واحد السيتي واللي رايح أنا الله يرحمه برحمة الله، هو أول كاتب ديال الرجاء سيت أنا الجاريان، الجاريان هو سميتو. مشينا عند بن أباجي حجي مشينا عنده هو وخوه، خوه كان مترجمان ديال الكوميسيرية اللي كان حدا القصر. بهذوك جوج الناس بن أباجي حجي أول بريزيدون ديال الرجاء، أول بريزيدون ديال الرجاء الجزائري. جا الاستقلال، هادوك الفرق الحرة اللي ما كان مريسهم الحاج عمر بوسطة قال لك اسيدي حنا ما تينا نعرفوا لا واك ولا رجاء ولا صام ولا ليسم ولا كذا ولا كذا وكذا، حنا دابا حنا في عهد محمد الخامس، حنا دابا الديبارا زيرو. هذاك العام زينا حنا سنين مينين في الرجاء. قلت انا بهيجا موسى ولاد بريكاب جوج رحمهم الله، عبد القادر صومبا اللي كان في الراك، وواحد بوج مع انوار، واحد المجموعه كنا. انا تنعاود لك على هاد الدراري لانه هاد الدراري هما اللي ساهموا بس جبتهم بس طلعوا الفريق ديال الرجاء اللي بداو مينيم، هما اللي ساهموا في تطلعوا الفريق للبروميير ديفيزيون. لتعبيد مساره نحو مرحلة الكبار سيكون أمام الفريق الوليد تجاوز ثلاث فرق وضعتهم القرعة في طريقه نحو القسم الأول. حنا طحنا في واحد الجروب فيه تبد بن حمد، فيه كسنك، فيه وزان. ذاك العام وزان تروازيام ماتش، هذاك هو الحسم ديال باش غادي نطلعوا حنا وزان، اما نطلعوا حنا اما وزان لاعبين مع 8 ونص ديال الصباح. جينا لتيران فيليب ديك الساعه شكون اللي عندنا انترينور؟ عندنا قاسم قاسمي ديال الوداد الله يرحمه، كان جابو المعطي بوعبيد هو اللي جابو ترينا بينا هذيك الوقت ديال البراجات. هذاك قاسم قاسمي هو اللي ترينا بينا في فريق الرجاء. تعال الاستقلال ما التاريخ الاخر كانت الوداد ديال الاولى، التاريخ في 48 كانت الوداد ديال الاولى. بن أباجي منين طلعنا للبريمير ديفيزيون تخلى حتى الفوفير اللي سميتو العشبوبيل بوعزاوي. بعد فترة قصيرة بالقسم الأول سيلتحق اسم جديد إلى دكة التسيير والتأطير بالقلعة الخضراء، الأمر يتعلق بمحمد بن الحسن التونسي العفاني الذي سيعرف فيما بعد بالأب جيجو. التحاق الأب جيجو بالرجاء البيضاوي سيدشن لمرحلة جديدة في مشوار الفريق الأخضر وفي مساره التاريخي. كان واحد الوقت الرجاء طلعت للدوزيام ديفيزيون، طلعت للدوزيام ديفيزيون بس السي عبد القادر جلال
لونترينور ديال الرجاء انه كان انسيان جوار في الوداد، مشى لعند البير البير جيغو، مشى لعندو قال لي اودي راني طلعت للدوزيام ديفيزيون، اجي شوف لينا شوف لي الفرقه. ديك الساعه فين التيران ديالنا فين جا؟ في الدومارس فين كان جدارماني الدومارس، فين كان هذا الدومارس الجدارماني، تمايا كان التيران ديالنا حنايا الدريس الاول. واحد الوقت انا تنترينيو في شارع الفيدا من غير دومارس، ديك الساعه جا البيرجيكو ربي من اللي بغانا حطنا داك السيد الله يرحمه حطونا هو المدرب ديالنا، في مدرب في ديريجان في كل شيء. انا كنت متخاصم مع الديريجانات ما تنبغيش نسيني اليوم. علي عطا الحمار، الحمار هبط بالكرة وعطا الوزاني، الوزاني نزل بالكرة وعطا الكرة الحمار، الحمار دوزها ولكن العربي عاود ردها داز عاوتاني الوزاني رجعت عند ساقين، ساقين عطا الحمار، الحمار تعال علي علي شريف وباجي هو داك ما نقدرش نخليه يجي يلعب، تيبغي يلعب نكون انا حاضر للعب، نكون حاضر معاه. كان باجيكو الله يرحمه ملي تكون لاعبين مع شي كيب السيمانه كلها حنا تنلعبوا عليك التاكتيك، تنديروا تاكتيك على هذيك الفرقه اللي تتلعب كيفاش تتلعب. ولكي يصبح الفريق قادرا على التنافس في المستقبل ويرسخ مكانته بامتياز وسط الفرق الاخرى، اخذ الابجيكو كل وقته في البناء والترسيس، وجعل كل تركيزه في تثبيت الأسس والركائز الرئيسية للقلعة الخضراء. كانوا فرق واعرين، كانوا فرق واعرين، أنا ماشي زعما كانوا ساهلين. حنا تنقول لك لي طوال كانت عندهم كيب زوينة، الطاس كانوا تيطلعوا ويهودوا. حنا اش كان تيقولنا بوجهي، قلنا ملي بدينا حنا صغار بدينا تيقولنا انتوما انا شنو نطلب لكم؟ ما بغيتكم لا تجيو لا شامبيون ولا لا كوب، كلاسيو ليا ديزيام باركه.